والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. الجوازات السعودية تدعو القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيا. متابعين لأول مرة رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمسلمين بالسعودية أن المديرية العامة للجوازات السعودية دعت جميع المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات الإلكترونية قبل وصولهم إليها. وأضاف حنفي لمصراوي أن ذلك يأتي في إطار الإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، من وذلك من خلال الرابط، وسنترك لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وأوضح حنفي أن التسجيل يشمل مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم، وذلك تمشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك يا جماعة ونشارك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.